مساكم سكر زيادة أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا بكم مجددا وحلقة جديدة من برنامج القاهرة والماس. كتير من الناس بيهتموا بعالم الجن المخيف، البعض يتحدث عن أن الجن كائنات بيننا ترانا ولا نراها، تأكل وتشرب وتتكاثر مثل البشر تماما، وهم أجناس وأصناف وألوان وأمم وديانات، فمنهم المسيحي والمسلم واليهودي والبوذي أيضا. وفي الموروثات الشعبية العديد من الروايات والأساطير التي تتحدث عن عوالم الجن، وكذلك هناك العديد من المؤلفين خصصوا إنتاجهم الفكري في البحث عن الجن صفاته وطبيعه. النهاردة معانا الدكتور سعيد شحاتة. دكتور سعيد شحاتة عضو اتحاد الروحانيين الفلكيين بفرنسا ووكيل مشيخة الطرق الصوفية هيكون معانا، هيكلمنا النهاردة عن العالم الغريب اللي كلنا بنتساءل عنه. ومعانا أيضا الشيخ جابر الفشن هيكلمنا كيف نقي أنفسنا وكيف نحصن أنفسنا من الجن والشياطين. أهلا يا دكتور سعيد. أهلا وسهلا بحضرتك. بداية عايزة حضرتك تقول لي، هل هو فعلا في عالم الجن؟ هل هو فعلا موجود؟ موجود بنص القرآن وبنص السنة المطهرة إن موجود في عالم الجن، ده في عقيدتنا الإسلامية وفي قرآننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فعندنا ربنا سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة وسميت هذه السورة بسورة الجن، وفي آيات أخرى متفرقة في كتاب الله سبحانه وتعالى موجود آيات بتدل على وجود الجن في حياتنا وعلى الكرة الأرضية موجود وعايش بينا، ويعني قبائل منها قبيلة العمار. العمار دول عايشين في البيوت معانا زينا زيهم بالظبط، ويعني بيتعايشوا معانا بصورة مستمرة. يرونا ولا نراهم؟ يرونا ولا نراهم. عشان متى نراهم؟ ولا ده في استحالة ان احنا نشوفهم؟ والله دي حاجات خاصة جدا، يعني لا تتاح لكل الناس، لكن الغالبية العظمى أو معظم الناس طبعا ما يشوفوش الجن، لأن الجن عالم غير مرئي زي الملائكة بالظبط. يعني الملائكة يعني في عدم إمكانية تواصل الجن مع الإنس، عدم إمكانية. لا، هو في إمكانية، بس الإمكانية دي يعني بيبقى فيها اختراق لحاجز البرزخ اللي بيننا وبينهم، يا إما من الإنس بأنه يستخدم عزائم معينة أو يستخدم حاجات معينة بيها ممكن. بس كلنا نسمع ان يعني او معلوماتنا مش عارفه يعني اذا كانت معلومه صحيحه ولا لا، اتفضل حضرتك، ان لكي يتم الاتصال بهذا العالم ونشوفهم، ده احنا يعني بنعمل حاجات تتنافى مع دياناتنا وتتنافى مع ايماننا وتتنافى يعني ده فعلا. لكن احنا بنقول هل ممكن يحصل تواصل بيننا وبين عالم الجن؟ ممكن يحصل تواصل، يحصل تواصل بحاجات معينة بيعملها بعض الناس، وبيخترق هذا الحاجز البرزخي اللي بيننا وبين الجن، وبيبدأ يحصل تواصل بينه وبين عالم الجن. وممكن يحصل العكس، يعني عالم الجن نفسه ممكن يخترق هذا الحاجز البرزخي اللي بيننا وبينه، وممكن يتواصل مع الإنس. إمتى؟ نعم؟ إمتى؟ إمتى يحصل ده؟ يحصل دوت الأمور العادية بتاعتنا اللي ممكن يحصل فيها التواصل، غير طبعا استخدامات الإنس لبعض الأمور وبعض العزائم وبعض التلاوات. الجن بيحصل أنه ممكن يخترق هذا الحاجز البرزخي في ثلاث حالات. حالة الأولى حالة أنه يتعدى الإنسان عليه سواء بمعرفة أو بغير معرفة، يعني الجهل لا يعذر صاحبه إذا يعني تعدى على الجن،
من بعض الأحيان إن إحنا بنكب مية سخنة مثلا في الحمامات، أو ممكن نأذي صغار الجن وإحنا مش واخدين بالنا ببعض الأمور اللي يعني يجب أن نحترز منها. طبعا انا عايزه اقول لحضرتك ايه الامور اللي يجب ان ما هو نحترز منها طبعا، يعني يعني من ضمنها إن إحنا يعني لما نيجي ندخل البيت، الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إن إحنا لما نيجي ندخل البيت وخصوصا إذا كان ما فيهوش حد وهنبدأ ندخل، نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فبندي لهم انذار، بنقول لهم ان احنا تواجدنا، ان احنا موجودين، ما ما تخش. هما شايفيننا ماشي، يعني هما اصلا شايفيننا. ولكن ليهم صغار بيبقوا موجودين، يعني العمار عنده زوجة وعنده اولاد فممكن الاولاد ولذلك حتى يعني احنا نمنع من اننا نترك صغارنا يعني من بعد المغرب ان هم يلعبوا في الشوارع. المفروض ان احنا نحجزهم، لان الجن بيتحرك في هذا الوقت حركه سريعه، ف يعني المفروض ان احنا نتبع التعليمات بقى اللي قال عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي امرنا بها الدين الحنيف، في اننا يعني ايه نتعرف على القوانين اللي يجب ان احنا نتعامل من خلالها مع هذا العالم الاخر. قولا واحدا يا دكتور، اتفضلي. من يتواصل مع الجن ببعض الوسائل، هذا طبعا يعني منافي للشريعة منافي للشريعة ومنافي للدين، وما نسمعلوش طبعا ده منافي للشريعة ومنافي للدين، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، لأن من آخى جنيا فقد برئت منه ذمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دي استعانة بالجن، وكان رجال من الإنس سلهم رهقة يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. شيخ جابر، أهلا وسهلا. كيف نحصن أنفسنا وأولادنا من الجن والشياطين بما إن إحنا هم بيشوفونا وإحنا ما بنشوفهمش؟ نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني بداية أقوم بتهنئة مصر والعالم الإسلامي بهذه المناسبة الكريمة، مولد الهادي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وأهنئ قريتي قرية بني صالح وعائلة الوهبانية السادة المشاهدين وكل بالمولد النبوي عائلات الشريف. القرية نقول نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف الغمة عن الأمة وأن يمتعهم جميعا بالصحة والعافية، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والتحصين يعني هي بداية أكثر من يكون دائما المسلم على طهارة، يعني أحرص على أن كل ما يعني إيه المانع أن أنا كل ما أخش الخلاء أو دورة الخلاء أن أنا كده خلاص يعني قضيت حاجاتي، لابد بعد ذلك على طول أقوم بالوضوء، دائما أكون على وضوء تام، يعني لأن الشيطان خلق من النار والماء أقوى من النار، فالماء يطفئ النار لأن جعل الله تبارك وتعالى فيه هذه الخاصية، فدائما يتسلح المسلم صغير وكبير بالإيه بالوضوء، ويستغفر الله كثير، استغفر الله كأني يعني تحصنت بقوة الله تبارك وتعالى بأي مخلوق من المخلوقات المؤذية بأن تتعرض لي بأي إذاء. هل هناك آيات ذكر حكيم تحصننا يعني بالذات؟ طبعا القرآن كله طبعا محصن، يحصننا من الشياطين، ولكن هل هناك آيات مخصصة؟ الآيات المخصصة، الآية المخصصة هي آيات كثيرة، ولكن الآية التي هي أقوى آية تقوم بتحصين الإنس من الجن هي آية الكرسي، فهي أعظم آية في القرآن. يا ريت يا أخوانا كلنا نعلم أولادنا حفظ آية الكرسي. أنا حفظتها لأولادي على فكرة يعني بطريقة جميلة، عملت لها بنود، يعني 5 بنود كده: الله لا إله إلا هو الحي القيوم واحد، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهكذا يعني تكون سهلة وميسرة الحفظ على جميع الأولاد. طب هل حضرتك هتسمعنا إيه من آية الذكر الحكيم؟ إن شاء الله آية الكرسي وخواتيم البقرة إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم دكتور سعيد حضرتك وكيل الطرق الصوفية مشيخة الطرق الصوفية يعني إيه تصوف؟ التصوف وقولا واحدا هو تزكية النفس خروجها من الرذائل والمعاصي والذنوب والآثام إلى الأخلاق الفاضلة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان الجانب الأعظم في حياته تزكية النفس لأصحابه ولمن يجيء إليه مسلما موحدا بالله سبحانه وتعالى فتزكية النفس النفس لها يعني طرق كثيرة تدخل فيها لكي تتحايل على العقل وتتحايل على القلب في أنها تتبع الشيطان وتسير وراءه فكيف نهذب هذه النفس ونجعلها نفس فاضلة بعيدا عن مسالك الشيطان وبعيدا عن هوآت الشيطان وبعيدا عن وساوس الشيطان ما هي النفس اللوامة؟ النفس اللوامة هي التي إذا فعل صاحبها انزلق في معصية لامته على ذلك وجعلته دائما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى قال فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يعني كل إنسان عنده نفس لوامة فهو أقرب إلى التوبة إلى الله نعم وسهل التوبة إلى الله نعم يعني دائما الإنسان الذي لديه نفس لوامة دائما يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى وده أمر مستحب عند الله سبحانه وتعالى أن الإنسان دائما يكون مستغفرا
وربنا سبحانه وتعالى يعني حتى يعني أثنى على المستغفرين وقال سبحانه وتعالى والمستغفرين بالأسحار الذين يستغفرون الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. حتى ربنا سبحانه وتعالى ما سماش نفسه التائب إنما سمى نفسه التواب أي الذي يتوب مرة ومرة ومرة ومرة، وذلك لأنه يعلم أن الإنسان ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا. فالإنسان ضعيف دائما ينزلق في مهاوي الشيطان، لكن الذي يرجع سريعا ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا شيء يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك سؤال يراودني دلوقتي وحضرتك بتتكلم. اتفضلي حضرتك. بما ان حضرتك دكتوراه في الصحه النفسيه، جلد الذات يقال انه مرض، جلد الذات يقال انه مرض. نعم. والنفس اللوامه هي نفس تملي بتلوم نفسها وتملي شعر انها مش مستريحه، فالنفس اللوامه هي نفس قابله انها تتوب وهي نفس مذكورة في القرآن، فكيف جلد الذات والنفس اللوامة؟ يعني إزاي؟ يعني النفس اللوامة إذن هي كمان مرض؟ لا، هي النفس اللوامة دي مرحلة من المراحل وليست يعني إيه الفرق بينها وبين جلد الذات؟ جلد الذات إن أنا دايما أشوف كل اللي أنا بعمله إما في نقص وإما في خطأ، ما حسش ابدا باني انا عملت حاجه صح. حتى لو عملت حاجه صح دايما احس ان فيها شيء مش مظبوط، فيها شيء مش كويس، فده دايما اسمه جلد الذات. لكن هل ليها علاج؟ طبعا. ايه علاجها؟ يعني فعلا معظم الناس تجلد ذاتها، انا اعرف ناس كتير جدا طول ما قاعده تجلد ذاتها ومش عاجبها نفسها، مش عاجبها افعالها، فدي نعالجهم ازاي؟ الناس دي الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا وقال كلكم بلا استثناء، طبعا هو ما قالش كلنا، قال كلكم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، فهو خارج عن هذه القاعده. لكن قال كلكم، كل البشريه بلا استثناء خطاء، ولكن خير الخطائين التوابون. فالانسان بدل ما يجلد ذاته يعني ايه دائما، ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا العقل عشان نعرف الخطأ من الصواب، وربنا قال في القرآن وهديناه النجدين طريق الخير وطريق الشر. فإذا انزلق في بعض الوقت أو لحظات في مهاوي الشيطان، النفس اللوامة بترجعه سريعا ليتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتوبة يدخل في دائرة الراحة النفسية والهدوء النفسي ويعود إلى الطريق المستقيم الذي رسمه الحق سبحانه وتعالى لكي يسير عليه الإنسان في حياته إن شاء الله. شيخ جابر، بمناسبة المولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام، عايزين نسمع ابتهالات في حب الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عاد الربيع بنفحة الرحمن في مولد المختار، في مولد المختار للأزمان. بشرى تسر القلب.
العصماء والأركان كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا فاضت دموع العاشقين تسيل اللهم صل وسلم وبارك عليه عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. سؤال الفقرة بتاعتنا بابا جدو الشيخ. أهلاً. بابا جدو الشيخ هي طفلة كل فقرة بتسألك سؤال جميل وبتسأل حضرتك كمان يا دكتور سعيد. تفضلي حضرتك. بتقول هي بتصلي نعم وبتصوم رمضان ولكنها سمعت ان ممكن ان احنا نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام نعم. فبتقول لك ما هي الخطوات او انا اعمل ايه علشان اشوف الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. هو طبعا الرسول ليست روح تستدعى وانما الرسول يعني اعظم من كده بكتير. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعلم كل صغيرة وكبيرة بتحصل في حياة كل أمته. أيوة. طب هي تعمل الخطوات عشان أنا قدامي دقيقة خطوات تعمل إيه؟ يعني هي بتصلي وبتصوم تكسر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاول إن هي بقدر المستطاع إن هي دايما يعني تقبل على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فكلما أقبلنا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ذلك قربا وتواصلا بحضرته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وبشكركم بشكرك دكتور سعيد بشكرك يا شيخ جابر. ان شاء الله على وعد بلقاء اخر لان في عندنا اسئله واسئله عايزين نعرفها من ان شاء الله. شكرا على اللقاء القيم. اعزائي المشاهدين بشكركم ودي كانت اول فقره من برنامج القاهره والماس. فاصل صغنن وهنرجع مع كيدز لافرز اكاديمي. يلا